يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الرأي في من يحتفظ بجثة الميت ويضع لها مواد حافظة تمنعها من التحلل والتعفن، ويزعم أنه سوف يأتي زمان يكتشف فيه شيء جديد يدب ويبعث في هذا الميت حياة أخرى؟ ما شاء الله، هذا خرافي جاهل، وش يدريه أنه يبي يجي ناس يحيون الموتى؟ ما يحيي الموتى إلا الله عز وجل، والميت ما يحيى إلا يوم البعث من القبور، ما يرجع إلى الحياة، ما يرجع إلى الدنيا أبدا، إنما يبعث من القبر إلى الحشر وإلى الدار الآخرة، ما يرجع إلى الدنيا. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. نعم، فما فيه ميت رجع إلى الدنيا، اللهم إلا إن كان من باب المعجزة مؤقتا، مثل ما حصل ميت بني إسرائيل الذي ضرب ببعض البقرة، ومثل ما يحصل لعيسى عليه السلام أنه يحيي الميت ويتكلم ثم يرجع إلى الموت، هذا من باب المعجزات. نعم.